أهلا بكم من جديد طلابي الأحباء، سنتابع الآن الجزء الأخير من درس القواعد. والآن علينا أن ننتبه جيدا، لدينا هدفان: أولا أن نحول الاسم الممدود من المفرد إلى المثنى فالجمع، ثانيا أن نستنتج حالات حذف الياء من الاسم المنقوص. أولا الاسم الممدود، هيا يا أحبائي نلاحظ معا الجدول الآتي: في المفرد كلمة حمراء تصبح في المثنى حمراوان، وفي الجمع حمراوات. كلمة حسناء تصبح في المثنى حسناوان، وفي الجمع حسناوات. بعد ملاحظة الجدول، إلى ما قلبت الهمزة عند تثنية الاسم الممدود؟ قلبت الهمزة إلى واو في المثنى. والآن ننتقل إلى حالات حذف الياء من الاسم المنقوص المفرد. نلاحظ الجمل الآتية: هذا الدواء الشافي. أصبحت هذا دواء شاف بعدما حذفنا للتعريف. المثال الثاني: ذهبت إلى وادي القرية. أصبحت ذهبت إلى واد عميق بعدما حذفنا كلمة المضاف إليه. لاحظوا كلمة الشافي، إنها مرفوعة ومعرفة بأل. لاحظوا كلمة شاف، إنها مرفوعة ولكنها نكرة غير معرفة بأل، وحذفت الياء منها، وتنوين الكسر هو بدل من الياء المحذوفة. الآن هيا نعرف معا كلمة شاف، هي نعت للمنعوت يتبع المنعوت في جميع حالاته، وهنا تبعه في حالة الرفع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للثقل. والآن نحول الجملة إلى المثنى، تصبح هذان دواءان شافيان. هل بقيت الياء محذوفة؟ كلا، لم تبق الياء محذوفة. ننتقل الآن إلى ملاحظة المثال الثاني: ذهبت إلى وادي القرية. أصبح ذهبت إلى واد عميق. لاحظوا كلمة وادي، إنها مجرورة ومضافة، أي أضيفت إلى مضاف. لاحظوا كلمة واد، إنها مجرورة وغير مضافة، وحذفت ياء الاسم المنقوص منها. لنعرف معا كلمة واد، هي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة للثقل. وإذا أردنا أن نحول الجملة إلى المثنى، تصبح ذهبت إلى واديين عميقين. إذن متى تحذف الياء من الاسم المنقوص المفرد؟ تحذف الياء من الاسم المنقوص المفرد إذا لم يكن مضافا ولا معرفا بأل، وذلك في حالتي الرفع والجر. تعود إلى الاسم المنقوص ياؤه إذا تحول من المفرد إلى المثنى. والآن ننتقل إلى حالات حذف الياء من الاسم المنقوص المجموع. لاحظوا معي ما يلي: جاء القاضي. أصبحت جاء القاضون. رأيت القاضي. أصبحت رأيت القاضين. تحدثت إلى القاضي. أصبحت تحدثت إلى القاضين. ما نوع الجمع هنا القاضون والقاضين؟ جمع مذكر سالم، وهنا حذفت ياء الاسم المنقوص عند جمعها. إذن ماذا نستنتج؟ تحذف الياء من الاسم المنقوص المجموع جمع مذكر سالم، ويحرك ما قبلها بالضم في حالة الرفع وبالكسرة في حالتي النصب والجر.